السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية كل الناس اللي بتشوفنا ريت تعمل لايك حالا للفيديو، اللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعيلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. في البداية انتخابات النادي الأهلي وموقف قناة النادي الأهلي من المرشحين على المقاعد المختلفة في انتخابات النادي الأهلي لمجلس الإدارة القادم لمدة 4 سنوات من 2021 ل 2025. أعلنت قناة النادي الأهلي بأنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين في انتخابات النادي التي تجرى يوم 25-26 نوفمبر المقبل ابتداء من اليوم. سوف تمنح القناة الفرصة لكل مرشح للحديث عن برنامجه الانتخابي ومخاطبة الجمعية العمومية. شيء رائع، شيء جميل. كابتن محمود الخطيب بدأ بكلمة واتكلم عن القايمة بتاعته، فالقناة قالت هنبقى على مسافة كل الناس هتاخد مساحتها في الكلام. وقال الكابتن اسلام الشاطر مدير تنفيذي شركة برزنتيشن لايف الحاصلة على حقوق إدارة القناة ان كل المرشحين ابناء الاهلي ويتنافسون بشرف وبحب لخدمة ناديهم، ولا تمييز بين هذا وذاك الا من خلال كلمة الجمعية العمومية، وان إدارة القناة قررت وابتداء من اليوم فتح الباب امام كافة المرشحين على حد سواء لاستضافة كل واحد منهم مرة واحدة لاستعراض افكاره ورؤيته للمساهمة في رفعة النادي حال حصوله على ثقة الجمعية العمومية. النادي الاهلي وقناته بيضربوا مثل رائع. القناة مش حكر على شخص او مش حكر على القاعد على الكرسي، كل واحد هياخد فرصته، الفرصة متساوية بين كل المرشحين. بالنسبة لمباراة الإسماعيلي بكرة، المباراة مذاعة طبعا بعد تدخل أو كلام شركة برزنتيشن مع الإسماعيلي وتسوية الأمور المالية والمديونية على شركة برزنتيشن، والمباراة مذاعة غدا أتمنى يعني كما يروج لها، فإنها تبقى التصوير رائع في 19 كاميرا في مباراة الأهلي والإسماعيلي غدا إن شاء الله مع الحكم محمد عادل، اللي اتمنى يكون لي من اسمه نصيب في مباراة الغد ويدي كل فرقة حقها. كنا الاول بنقول الحكم مظلوم، يشوف اللعبة في كسر من الثانية، ومع دخول الفار مبررات الحكام بتقول لك الفار والتصوير سيء والمخرج ومفيش كاميرات ومفيش زوايا ومفيش، فمع بداية هذا الموسم بنشوف الاخراج بيتطور تطور كبير والتصوير وزوايا الاخراج والكرة بتيجي من اكتر من زاوية، ومع ذلك التحكيم لا يزال فاشل، وتحديد مباراة الزمالك وإنبي هنشوف هيطلعوا يبرروا بإيه تاني، والناس تطلع يقول لك لازم ندي التحكيم أو يبقى عندنا الثقة في التحكيم. عايز أتكلم عن مدحت العدل وبعض من مشجعي النادي الأهلي. دائما وأبدا مدحت العدل بيطلع يقول آراء مثيرة للجدل عن النادي الأهلي وبعض مسؤولي النادي الأهلي. هذه الآراء بتغضب جماهير نادي الأهلي وترد على مدحت العدل، كل واحد من الجمهور بيرد بطريقته، نحن مع أي طريقة لأي مشجع بيرد بيها على مدحت العدل إلا طريقة السب والقذف والتجاوز. معاك في واحد بيرد بعمل فني يا أستاذ مدحت العدل، واحد تاني بيكتب بيقول قصيدة شعر يا أستاذ مدحت، بيرد عليه بقصيدة شعر، واحد آخر بيرد الرأي برأي والحجة بحجة يا أستاذ مدحت يا عدلي يا سيناريست يا معروف عنك أنت بتطلع في كل البرامج بتطالب بحرية التعبير، بتطالب إن الإنسان يبقى رقيب على نفسه، مفيش حد رقيب عليه، ما ينفعش إن إحنا كل واحد يتصرف تصرف نحوله للمحكمة، نحوله لقضية نرفع عليه قضية، هذه آرائك. وأنت والأستاذ جمال العدل يا ما اتكلمتوا عن النادي الأهلي ووكالة الأهرام وكابتن حسن حمدي وقضايا الكابتن حسن حمدي وكل وامورها من هذا القبيل، حتى مؤخرا اتكلمت عن الدكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد دولي كره اليد وقلت مش فرحك مش بيتك علشان تدعو، ونقول رايك ونرد الحجه بالحجه، لكن الموضوع يتطور من الكابتن مدحت العدل ويتقدم ببلاغات ضد بعض مشجعي النادي الاهلي ويتم الحكم فيها غيابيا على مجموعه كبيره من
جماهير النادي الاهلي اللي اتحكم عليه بالحبس واللي اتحكم عليه بالغرامه واللي اتحكم عليه الاثنين الحبس والغرامه، ومن هؤلاء واللي كشف عن هذا الموضوع احد مشجعي النادي الاهلي اللي بيقدموا محتوى على السوشيال ميديا وهو محمد فكري، اتكلم من خلال صفحته على فيسبوك وتويتر وقال لك بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ مدحت العدل طلع من فتره كبيره قلل بشكل كبير من جماهير النادي الاهلي، وبالتالي اترد عليه وانا كنت من ضمن اللي ردوا على الاستاذ. الاستاذ مدحت العدل راح رفع قضايا على مجموعه كبيره من الجمهور، وكله اتحكم عليه احكام غيابيه ومنهم انا خدت شهر حبس. انا لسه مكتشف ده النهارده عن طريق المحامي بتاعي الصبح. ما علينا، انا لا جالي اختار ولا اي حاجه، ما علينا. برضه حاولت اتواصل مع الاستاذ مدحت العدل عن طريق احد الزملاء، الرد كان ده عيل ملوش لازمه ولازم يعتذر، وانا بقول مش هعتذر، وانا بقول لك مش هعتذر. يعني مدحت العدل عن طريق احد الاشخاص بيقول عن محمد فكري ده عيل ملوش لازمه ولازم يعتذر، وفكري خد الموضوع يقول لك انا مش هعتذر. البوست اللي جاي هنزل فيه اللي زعلك، البوست اللي زعلك قوي، ورحت عملت محضر علشان تعمل لي كمان قضيه. ده رد محمد فكري على السيناريست مدحت العدل. اين حريه التعبير يا استاذ مدحت، يعني يا سيناريست يا اللي بتدعو لحريه التعبير، اين الابداع، حريه الابداع؟ هذا رجل يقدم محتوى يا راجل، فاترك النقل. ليه بقى بتاخدوا الموضوع على صدركم؟ بتزعلوا قوي ليه يعني؟ ولا هو الموضوع لما يجي لحد عندنا ما ناخدش الامور ببساطه، يعني سهل ان احنا ندي نصايح ونطالب ونعمل لكن هكذا وهذا ما فعله مدحت العدل مع بعض من جماهير النادي الاهلي. بالنسبه لفاتح تريب زي ما قلت حضراتكم، جماهير جلاتا سراي بترمي باللوم الكبير على فاتح تريم مدير الفني نادي جلاتا سراي بعد خساره بالامس النادي باشكتاش بعد ما ضيع مصطفى محمد ضربه جزاء ما كانش المفروض ان هو يسددها، لكن خطأ في الكوره وسدد ضربه الجزاء اللي تصداها حارس مرمى باشكتاش. وعن رد فعل فاتح تريم بعد هجوم الجماهير عليه، انت المسؤول وانت المفروض تقول مين يسدد وما يسددش، قال فاتح تريم انه هيوقع عقوبه قاسيه على وهيعاقب مصطفى محمد بسبب هذا التصرف غير المسؤول. الكابتن احمد شوبير بيرد برساله. هو الناس بتقول لك هو مين بيرد على مين وبيكلم مين؟ انا اقول لك هيرد على مين وكان بيكلم الكابتن ابراهيم حسن مدير الكره في نادي الاتحاد السكندري. ابراهيم حسن كان في مداخله بالامس مع خالد الغندور واتكلم تحديدا في عده امور عن مباراته وسموحه والاتحاد وهكذا، يعني هو الكامباك وان حسام حسن قدر يرجع بعد ما كان خسران ثلاثه احسن من نادي مانشستر يونايتد، امام ليفربول ما قدرش يرجع سولشاير، فحسام حسن رجع يعني. واتكلم بيقول وانا راجع في العربيه سمعت مباراه في الراديو مباراه بيراميدز فيوتشر وفاركو وسمعت صوت جماهير، واتكلم على ان نادي فيوتشر الجماهير دي دخلت ازاي واحنا في مباراتنا في الاسكندريه مع نادي سموحه ما كانش فيه اي جمهور، ولا الحزب ولا السياسه هتتدخل، وكلام من هذا القبيل. كابتن شوبير بما انه نائب رئيس نادي فيوتشر وجه كلمه وقال العناصر المشاركه في المنظومه الرياضيه طالبهم بعدم التدخل في شؤون الاخرين، وده بسبب الانتقادات على اعداد الجماهير مباراه نادي فيوتشر وفاركو في افتتاح بطوله الدوري. قال شوبير رحت مباراه فيوتشر وفاركو لقيت فيوتشر جايب جمهوره وكان التطعيم موجود والاونلاين موجود، وزي ما الزمالك حضر وبكره الاهلي والاسماعيلي هيحضر، قال لك بتمنى كل واحد يبقى في نفسه، بدرب نادي فلان او نادي علان ما اقولش اشمعنى كذا، وقال ده مش شغلك يا فندم، شغل ناديك تشتغل عليه وتموت نفسك عليه وتخلي جمهورك يجي، ومحدش قال من بدايه السنه في تذاكر للبيع، جمهور فيوتشر عرف يعملوا رابطه من بدري وعرفوا يجيبوا الناس، برافو عليهم، تجربه جميله، تجربه جيده. وتقولوا لحقتوا امتى؟ دول بيعملوا من فتره استعدادات عشان ينجح بالشكل ده ولم يتجاوز العدد المسموح به. ده بالنسبه للكابتن شوبير، وختم كلامه انت اشتغل على جمهورك والاونلاين، كل نادي يشتغل على ده، ركز مع فرقتك.
بالنسبة لمحمد صلاح والكرة الذهبية، زي ما قلت لحضراتكم صعب ان محمد صلاح، نتمنى طبعا يحصل الكرة الذهبية، لكن صعب لاني بيتحكم فيها، دخل فيها رعاة وشركات وقصص وحكايات وروايات يعني. لكن بدأت القصة للتمهيد لاستبعاد محمد صلاح من فوزه، على الرغم ان هو يستحقها بالكرة الذهبية. صحيفة ذا سان اتكلمت واستبعدت محمد صلاح، وقال لك ان ممكن اللي بياخد ده بيكون بيحقق ارقام فردية، سواء على المستوى المنتخبات او مستوى الانديه او كلام. لكن بالنسبه لمحمد صلاح ما حققش لا مع ليفربول ولا مع المنتخب المصري، فبنسبه كبيره هيكون بعيد عن الفوز بالكره الذهبيه. محمد صلاح بيقدم اعلى موسم في تاريخه. كل التوفيق لمحمد صلاح ان شاء الله، وشكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.